هلا حبايبي، بتمنى الكل يكون بخير. اليوم رح نعمل توقعات برج الدلو. كيفكم حبايبي برج الدلو؟ بتمنى تكونوا بخير. وحعمل توقعات برج الدلو للشهر 7. إذا كنتوا جداد في القناة تضغطوا على زر الاشتراك وعلى زر الجرس ليصلكم كل جديد، واكتبوا لي في الكومنت إذا القراءة مشيت معاكم أو لا، أي توقعات بدكم نعملها. أول شيء بحس طاقتكم إنكم أوكي. أول شيء حبايبي طاقتكم، يعني بشوفكم إنكم أنتو مترابطين. أول شي بحسكم بأنكم مترابطين، مو عارفين شو يعني راح تبتدوا وشو راح تقدموا وشو راح تعملوا، مو عارفين. بيجوكم عروض بس انتو عينكم على الماضي. طاقتكم هاي بتراقبوا كمان، وناس على السوشيال ميديا بتراقبوا انتو حالة طاقتكم بتاعت مراقبة حبيبي. بشوفكم يعني في شهر 7 من ناحية العاطفة، شوفكم انكم راح تلاقوا الشخص اللي انتم يعني بتوأمكم. هذا كمان كارت الجوزاء، ممكن يكون هو كمان هذا الشخص من برج الجوزاء. اوكي anyway. اوكي شوفكم انكم بتحبوا هالشخص، بتحسوا كأنه هو السعادة المكتملة، بتكون يعني السعادة بتكتمل مع هالشخص. ما في هالشخص ما بتكون عندكم سعادة، وبتكونوا حزنانين، بتكونوا بتحسوا كأنه كل شيء تدمر لما ما بيكون معاكم هالشخص. يمكن كمان يكون من أبراج هوائية كتير، صراحة طلعت لي طاقات هوائية يعني دلو ميزان جوزاء. أوكي حبيبي فهمتوا علي، حسكم كأنكم كنتوا في علاقة ثلاثية، يعني كل بقول لكم كل الطاقات اللي طلعت معي، يا إما أنتوا يا إما الشريك كانت عندكم علاقة ثلاثية. مو كتير منكم يعني بعض الناس، وكل شي انهدم، يا إما أنتوا رحتوا وتركتوا العلاقة، يا إما هو راح بترك العلاقة، وكانت هالعلاقة توأم روح أو توأم شعلة. كمان بشوف كمان بصراحة يعني حقيقة ما رح توضح لك في شهر 7 يا برج الدلو، حقيقة ما رح توضح لك هذا الإنسان اللي تركك أو اللي تركته. حسيت إنك انجرحت، أنا حاسة كأنه هو اللي جرحك وهو اللي كانت عنده العلاقة ثلاثية، لأنك أنت عندك عروض بس ما بدك تشوفها. حس كأنك هو اللي جرحك، هو اللي طعنك. هذا الإنسان رح يجي ورح يكون تواصل بينك وبينه، رح يقول لك كل شيء، ممكن أشياء وأسرار ما كنت بتعرفها رح تعرفها، ورح يمد لك إيده يعني تعال نرجع تعال ننسى اللي راح. ممكن يقول لك يعني أشياء حقائق ما كنت على بالك وما كنت تعرفها. ممكن أناس تدخلوا بيناتكم أو شغل أو علاقة ثلاثية شخص آخر. فهمتوا علي حبيبي؟ أنا بقول يعني كل الطاقات اللي بتطلع لي هالكارت يعني حزن واكتئاب. بحس كأنه الشخص هو اللي جرح قلبكم، هو اللي طعنكم، عفوا طعنكم، هو اللي كانت عنده العلاقة. بحس كأنه هو اللي كانت عنده علاقة ثلاثية، بس هذا الإنسان راح يرجع. هذا الإنسان يمكن توأم الشعلة أو توأم الروح. هو كمان بيحس إنه يعني علاقتكم، كيف راح أقولكم، يعني علاقتكم علاقة قدرية. الحزن وكسار، كسرة قلب عندكم، بس هذا الإنسان راح يجي ويقدم لكم عرض، راح يجي بس هو بطيء شوي. استشفاء
حقيقة راح توضح لك لما يجي يقدم لك فرصة، راح يقدم لك عرض، ولما يجي يقدم لك هالعرض راح يحصل تواصل، ولما يتواصل راح يقول لك حقائق، حقائق ما كنت بتعرفها، ما كنت بتعرف عليها ولا شيء، راح تعرفها حبيبي، راح تعرفوها الحقيقة، راح هو يحكي لكم كل شيء صار ورا ظهركم، أوكي؟ وراح يحكي بصراحة كتير، فهمتوا عليه حبايبي؟ يعني هذا الإنسان بصراحة شايفته راح يحكي كل شي عنده، وأشياء ممكن أشياء ما كنتوا بتعرفوها راح تعرفوها أشياء. بس بصراحة بدي أخذ لكم أوراق كمان أشوف ليش، يعني راح أخذ أوراق كمان، اترك هالأوراق مشان تعرفوا الطاقات، احكولكم الطاقات، اوكي ليش شو راح يقول، ولا راح نسأل هذا الانسان لما يجي يحكي هل هو صادق في كلامه، راح يجي حبيبي بس هو بطيء شوي، راح يجي يقدم لك فرصة، بس يكون هذا الانسان صريح يعني. بصراحة هذا الإنسان يعني بشوف إنه راح يصير توازن وراح يخرج من إنه بيحس مربوط، هو هذا الإنسان يا برج الدلو، الشخص حبيبك أو حبيبتك بيحس إنه مربوط، إنه مربط مو قادر يتحرك، بس في الآخر راح يجي وراح تحس بالانتصار، هو عنده كمان عروض كتير بس هو ما على باله بهالعروض، بيشتغل على علاقتكم انتو الاثنين مشان ترجع أحسن من الأول بصراحة، ويعني يعني قرار يعني قرار الرجوع راح يكون انتوا اللي راح تقولوا شو هو هذا القرار، شو هو يعني شو بتقرروا، يعني انتوا الوحيدين اللي بتتحكموا بقراركم، فهمتوا علي حبيبي؟ بس هذا الإنسان راح يجي، برج العقرب، برج الجوزاء، طاقات نارية، طاقات هوائية، طاقات نارية، طاقات ترابية، وطاقات مائية، وطاقات ترابية وهوائية كتير، أوكي؟ هلا راح نروح نشوف المال، الحياة المالية ازاي راح تكون معاكم في شهر 7، كيف راح تكون معاكم، بصراحة في الأول بشوف يعني راح أخذ كم ورق، اوكي حبيبي. بشوف يعني في المال عندكم، في المال بصراحة بشوف كأنكم انتو في المال راح يكون عندكم احتفال، راح تحسوا بانتصار في شغلكم، في المال، في عملكم، ممكن حدا يكون ظالمكم في الشغل، أو بيقول كلام ورا ظهركم أو شي راح يوضح لك هالأمر،
رح تعرفوا هالشعر، رح يعني رح تصير عدالة. يمكن حدا ما بيحبك في الشغل، حدا بيحكي عليك، يعني بيحب مثلا يعطيك شغل ماله شغلك ويقول لك هاك اشتغل. فهمتوا علي؟ بيرن عليك يعني الشغل. راح تظهر لك حقيقة ما في الشغل، وراح راح تظهر لك حقيقة ما في الشغل، وراح تعرف هاد الناس اللي ما هم بيحبوك عن جد، يعني بيستغلوا طيبتك وهيك. كمان بشوف انك في المادة يعني راح تكون مستقر، راح تبص لحالك اكتر، راح تدلع حالك، راح تعمل شوبينج او تسوق وتشري اشياء جديدة كمان، ويعني تدلل حالك اكتر. فهمت علي؟ وتهتم بحالك اكتر هالشهر. بشوف عندك اموال، يعني راح تخسر اموال كتير، بس خد بالك يعني ما تبدل اموالك في شيء ماله مهم. بس عندك استقرار، استقرار، عندك استقرار مادي بصراحة، عندك استقرار مادي. وخد بالك من أشخاص يقربين لك في الشغل أو في حياتك عموما، بدهم يسرقوا معلومات من عندك. فهمتوا؟ فهمتوا علي كيف؟ خدوا بالكم، يعني ما تبقوا تعطوا أسراركم لأي حدا. اللي يجي يقول لك احكي لي ولا شو ولا هيك، هذا الشيء خليه بينك وبين نفسك، أو شخص بتوثق فيه كتير. بس ما تحكي لأي حدا، تحكي أي حدا عنك أو عن عملك أو عن مسؤوليتك أو عن مشاكلك أو عن أي شيء هيك، حاول إنك تبعد عن هالموضوع، ما تحكي لحدا. لأنه شوفك إنك لو حكيت كل العالم راح تعرف الشيء اللي أنت حكيت عليه، أو تحكي على فلان إنه ما هو منيح، أو تحكي على فلان ما هي منيحة. من الأحسن أي شيء أو أي انتقاد اتركه لنفسك، ما تقوله ولا حدا ولا على أي إنسان أو على مشاكلك بصفة عامة. أوكي حبايبي، شوف عندكم استقرار بس الأمور ماشي. إذا عملتوا الشي اللي قلت لكم إياه وتاخدوا الحيطة والحذر، ما راح يصير شي سيء، وإن شاء الله ما راح يصير شي سيء حبيبي. أتمنى كل يكون بخير دايما. برج الميزان طاقة ترابية وطاقة نارية. أوكي هلا راح نروح للصحة، شو صاير في الصحة، شو راح يصير. اوكي حبيب برج الدلو، هلا الصحة، راح هذا اللي تتحقق معك وما تخاف. يعني اذا بدك حق يظهر لكم او عندكم قضاء، يعني قضية في المحكمة او شي هيك، راح تنحكم لصالحكم. ما تخاف، العدل راح ينحق، يعني العدل راح يتحقق. أسفة حبيبي، وقعت كارت، أنزل أخذ الكارت، وقعت الورقة. أوكي حبيبي، في الصحة هلأ شو راح يصير في الصحة؟ أوكي بصراحة بشوف عندكم احتفال كتير. يمكن يعني فيكم، مو كتير يعني، فيكم اللي بيشرب خمر راح يبطلوا، واللي بيسهر كتير راح يبطل يطلع سهرات كتير.
انه بيشوف كأنه بيتزعزع شوية استقرار مادي، يعني السهرات والشرب فهمت علي كيف؟ ممكن يكون البعد منكم شوف، إذا كان عندكم بيبي صغير مريض راح ينشفى إن شاء الله، وراح تسمع أخبار، راح تسمع أخبار كتير حلوة. شوف كمان إذا كان عندك مشكل في النظر، يعني في عيونك أو بتوجعك عيونك أو بتلبس يعني تعمل نظارة أو هيك. شوف يعني عيونك راح تتحسن، راح ما راح تضل زي كانت يعني تعبتك او تعمل نظارة، فهمت عليه حبيبي كيف؟ شوف صراحة ما في شي بيخوف، بس لو اذا كان عندكم طفل صغير، ابنك او ولدك او اي شي، يعني طفل من العائلة او صديقك ابنه او هيك، راح ينشفه وراح تسمع اخبار يعني كتير حلوة. اوكي حبيبي، هلا راح انتهت قراءتنا اللي ببرج الدلو. بحبكم حبايبي، اللي جديد في القناة يضغط على زر الاعجاب، واللي قادم يضغط على زر الاعجاب، واللي قادم يشترك في القناة ويضغط على زر سبسكرايب. بحبكم حبايبي كتير. بتمنى القراءة تكون تمشت معاكم، اكتبوا لي في الكومنت اذا القراءة تمشت معاكم او لا، وإن شاء الله أشوفكم بخير. و I love you حبيبي، وباي باي.